الأجواء الحلوة ذي وعلى البراد وإجازة الإهال هني يعني نقضي وقت شوي نستانس فيه مع العيال حق عطلة الربيع يستانسون يغيرون جو بعد هني مثل ما تقولين نغير جو نغير روتين الحياة هناك مثلا في المدن صباح شغل عاصم نخلص شغل يعني هني المخيم تونس يعني مع الشباب والأهل جايين نستانس يا الأهل نوسع صدرهم فيها الأجواء الحلوة بالعكس اليوم كان بعد الجو وايد حلو وحلو حق طلع ويوم إجازة والله احنا جايبين العيال عشان نرفعهم ويستانسون في البر يعني على البقيات والمناظر الحلوة يا ألعب واستانس ويا ربعي جايين نركب الخيل بس هنا نستانس في الأجواء هذه